إلهي سبحانه وتعالى وحكو يري يا يونس وحاد كأوي يسادك على عليسا كيدا دمرك قرين يسو مركا كام بكالالي أدونا وحدوني سبغول بغول إيا لباطن كون أون نفوض إن هلاقو وإن عذابا إيا دوني سي أدنا قيد كامركا كائن جيجي أيا مركا أدك على عليسا بدكيان أورنبا نبي قري عليه الصلاة والسلام يونس بن متى والنبي يلاه يونس أنا كخير بنيان أورنين وايو وحلي قف مركو أرك نبي يونس عين كان يكون عضا يوسين سمين يونس لهذا والله نبي يونس مركا ما خير بدنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بإذن الله الكريم وبرنامج يعني تحناها يعني كجور هم يعني حلقات كي مسلسل كاي ود السعودي يكور هم يمرك دعدوين راد رياباي وقف مسلم كقلبي يستمر كراد وين كل سماين عية بس وين كسوقار كده كسوق هذا القرآن كقار كنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بس هذا هي حلقة دينا ما تنوح نقول عيسى بإذن الله الكريم تيسي دي ذا دي نقول دونتا وحانا يكون صاحب سنة النبي إلهي سبحانه وتعالى أنبيدي سكم ذا وقرآن كإن بادان مركا الله ينوغو حسي نبي قاسي تلوى كما بسيه قرآن كإلهي سبحانه وتعالى أنبيد إلهي وكقول هو يفرب بدينيهين قار كودين بادان با إلهي ينوغو ورمي قار كودنا مر إيا اللبا أيا إلهي حسي قار كودنا هل مر أيا قرآن الكريم كاينو كوارقنا نبي قاسي ونبي الله يونس عليه السلام ونبي يونس نبي مجي عيسى مركا وها وحكلو له نشر الظنون لبضع مقعب إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكريم كوا وشيء جي يونس هو مجي عيسى مركا عادي جاها رسم جاها ظنون هو لقب هو كنيو أم هو لقب كله يقنا ما هو نانيس نانيس نم عنيه ذو وح أي تهاي إنه يهم مركا كي كلون كأو صاحب كها من يبرق أو صاحب كها سواء تعالوا جو بحينا بيد الله الكريم وأرك الدنيا إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكريم كاوح نقول نبي يونس إنه هالنبي إلهي ودارته وصادر مرك إلهي وحده إن يونس سلام إلى المرسلين النبي الله يونس عليه الصلاة والسلام حكم إذا كوا مرسلين تاع إلهي سبحانه وتعالى وصادر مرك نبي الله يونس وحاو كورهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نبي الله يونس إنه قام كيسو باقي أو باق مركا ولد حقالي وإلهي دين تيسو ويري وباق فربين بدن مركاو باقاي هساتي قوم كيساي بينيين ويرمين واين لأن في يوم من الأيام أي إلهي سبحانه وتعالى وبلن قاضي إن عقوبة مركا يدعيسو عذاب ويمن أيو نبي الله يونس نسيداس أي قوم كيسو الشيغي إن عذاب مركاسو كدعي بعد ثلاثة أيام صدح مال موتك بعدي مركو إنتا وشيغي نبي الله يونس وكبح يدقان كي هساتي نمان كي إنتاني عذاب كي أرق ومعاينة عذاب آنو لين عذاب كي إندها آني سارين ayaa uu ayarkay nabi yuulay yunus deegaankii markay inuu ka baxay ayaa waxa dhacday in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay bariyaan in ay waxyaalo fara badan oo ilaahay ducada uu ku aqbalo ay la yimaadaan in nabi yuulay yunus alayhi salatu wa salaam ay rumeeyaan in ay waxyaalo munkaraadka ay sameen jireen ay ka tagaan in ay dulmiga iyo madaalimti dhexdooda markaa taala ay celiyaan waxa soo markaa ay sameeyeen fa kafallahu anhum al'adab ilaahay subxaanahu wa ta'ala adabki waa ka celiyay oo ilaahay adabki waa ka joojiyay nabi yuulay yunus alayhi salaam isagoo cadoonaya ama xanaaqsan ayuu ka baxay deegaanka waxa uu meel xeebe ayuu meel xeebe markii uu yimi doon meesha maraysay ayuu markaa ay noqotay inuu raaco waabay garteen nabiyullaahi yuunus alayhi salaam way qaadeen doontii markii badweynta marayso ayaa waxa dhacday arrin la yaab leh arrinta la yaabka waxay noqotay doonyihii kale oo socda doonyo raxan oo wada socda ayay sida aatharkan cabdullaahi ibn sucuud ku sugan dabadeedna waxa dhacday doonyihii kale oo soconaya oo midig iyo balax bidixba ka maraaya ayaa doontii badweynta markay joogto waa dhaqaaqo weyd jana way u dhaqaaqo weyd nabiyullaahi yuunus calayhi salaam ayaa yidhi maxaa dhacay waxa dhan wallaahi garan mayna wax dhacay ee waxa weeyaan doontii waa taano socon weyday nabiyullaahi yuunus calayhi salaam waxa uu sheegay qof markaa dambeeyay markaa inuu la socdo markaa waxay la qori tuurtay qofkaasi qofka uu yahay si markaa waxay looga dejiyay markaa doonta waxa kaloo aathaarta qaar ay tilmaameen in doontii culus tahay in la yidhi waa culus tahay oo miisaankeedii baa badan marka waxay noqonaysaa in qof inaga midii markaa uu dego si inta kale markaa ay u badbaadaan markii la qori tuurtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu ka waramay nabiyullaahi yuunus inuu ahaa kuwii qori tuurtay dadna inuu noqday kuwa laga qaalib noqdo ee qori tuurkii lagaga qaalib noqdo waliba aathaarta waxaa ku sugan saddex jeer markii qorigii la tuuray inuu mar walba nabi yuunus soo baxay inuu kala tuuraayo uu yahay hase ahaatee nabiyullaahi yuunus calayhi salaam waa soo booday oo isaga doontii ka booday aathaartu ay leedahay badda ayuu markaa isku tuuray ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu u diray nibiri نبيرغاس مركار لقاي وعلوشو سعلوشي سمركار دغاي إلهي وحو لفنادا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لكن ودن لينا وحي تاي فنادا في الظلمات وعو كرد واقي مركا مقديو لحدود أيو كرد واقي مركا وحي علمات تلماما إنو قبل كرد عاي
نبيرغو نبدا غنتيدا فريستاي نبيرغا علوشي سنه ماركا او غالي وا ظلمات بعضها فوق بعض ومغديه ماركا اسكو راسايسان ونبيري علوشي وا تلواد وا بد غنتيد قبلكنا وا دعو وحلي ماركا هبينا النساء استمر كان نبي الله يونس عليه الصلاه والسلام كدعدي اثر كان عبد الله بن مسعود وحوليه وحا دعدي نبي الله يونس عليه السلام نبيري و خلو فريستاي بدا سلكيده ماركا سان نبي الله يونس وحا او مقلي دغي سو اي مقلين وحي تسبيح ذا كبا حيسا قروروحا أما ذاك حانتا بدا قده ذا مركا يالا تسبيح ذا كبا حيسا أيو مغلي مركا سي إلهي سبحانه وتعالى بريي إساقو إلهي وحواك نوغون إساقو لفنادا في الظلمات مقدية ذا سكر إحدى واقع إساقو لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحي لهذا المفسرين وحليم من نبي الله يونس عليه السلام في هذه الآية مركا لا يقو بثلاثة أمور arindaku wad wuxuu leeyimi ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu tawassulay ilaahay isagoo nasahaaya wixidaayna oo tooxidkiisa ilaahay aan la ilaaha illa ant subhanaka itansiyahan lak waxa kullu ilaahay ugu tawassulay i'tirafan bi dhanbi isagoo inuu kiis galay oo khaldamay qiranaaya oo inuu kuntu min adh-dhalimin waxa kala ku sugan meesha ay culimadu leeyeen waxa weeye marka inuu dhaaf iyo baahi iftiqaar iyo baahi marka inuu muujiyo inuu baahan yahay oo marka uu muujinayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu ka waramay وإلهي سبحانه وتعالى إنه شيئا إن إلهي سبحانه وتعالى أبدادي مرك ومبتدي مشى كويس إلهي سبحانه وتعالى وكسر صارك ولا يعرف لولا أنه كان من المسبحين للبث في بدنه إلى يوم يبعثون إلا يعرف فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نبي الله يونس عليه السلام وأبدادي نبي إلهي سبحانه وتعالى والمرك وأنه نكبد بادنا عليس كبدادي هي ستي يعني نكبد بادنا ساس من ذلك المؤمنين تنوبد بادنا نبيري صباح ونبيري مركا كسوتف بد خيلديي كسوتف نبي الله يونس عليه السلام ودو ديفشيت غلاي او waxay marka aatharto ay leedahay jirkiisi wuxooga aad moodo marka inuu xubki ka dhacay oo jirkiisa dushu u muldhaday ayaa wax dhacday marka inuu bad xeeligeedii barigi adduunyada caalamkii ku soo noqday oo ku soo noqday marka caalamkii marka adduunyada ku soo noqday kadibna ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay inuu soo saaray geedka yaqdiinka la yiraahdo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo saaray yaqdiinkaas oo fasirinta qaar ay ilaahay waa geedu harsanayay ayuu ahaa waxa kala la tilmaamay geedu midh ka guranayay markaas inuu ahaa geedka ayaa qalalay maalintii dambe muddo markuu meeshii joogay ayaa waxa ku dhacay geedkii inuu engego markaas uu fabaka nabiyullaahi yuunus alayhi salaam yuunus waa ooyay oo wuxuu ka calaacalay marka geedku harsanayay ama geedku midh ka guranayo ka qengegay dadna markaas ay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri ya yuunus waxaad ka ooyaysad ka calaacalaysa geedad midh ka guranayso marka ka qalalay aduuna waxa doonaysa 120 kun oo nafood inaan halaago oo aan cadaaba iyo doonaysay adna geedka marka ka engegay ayaa marka aad ka calaacalaysa wuxuu leeyahay athar kan oo athar saxiixi waxa uu yimi inaan yaro xulala jooga ayaa meeshii soo maray dadna markaas waxa dhacday inuu inankii ku yiri waxa weeyaan in maxaad ahayd nabiyullaahi yuunus baan ahay ayuu ku yiri markaasuu ku yiri ki yaram xayaa ku markaatiya inaad yuunus nabiyullaahi yuunus aad tahay kadibna markaasuu waxa uu waxay markaatay dhulkan aan joogo oo taaganahay marka ciidan aan taaganad weydiin kartaa geedkan marka waad weydiin kartaa waxa aathaartu leedahay marka geedki waa hadlay oo wuxuu waa nabiyullaahi yuunus waxa kala hadlay dhulkii waxaanu waa nabiyullaahi yuunus calayhi salaam saasa mar labaad nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam qoomkiisi ugu soo noqday إلهنا سبحانه وتعالى وحوينا يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين إلهي وحي نوشي نمو النبي إلهي دورتي أها فرد أذي وكفر أذي مركا قوم كي سيكتغي سغون الأمرين نكتغو قري تور تقري تور كينا لغا مركا حوك رون أذي وحكولو إلهي سبحانه وتعالى نوشي كلون كاسي مركو يقول بعد فلولا أنه كان من المسبحين اللبثة في بدنه ليوم يبعثون محانو كقادن مركا قصدا نبي الله يونس عليه السلام محافة وإذا محامركا إنو سورة دي فويد فربضان أيام مركا قصدا كسوغان سورة دونا قصدا دونا سي مركا وحي كلا دودوان ومركا وحي كلا كوب كوم بي قرآن كمركا وقصوا عرورتي بل إنو سلو تاقنا فويد حديث كسوغان إنو كقاداني من هذه الفوائد وعاكم إذا قفك مؤمن كا وحا واجب كوا أن يكون وقافا عند أمر الله صابرا لحكمه قفك إنو إلهي سبحانه وتعالى أمر كيس هذا يجار وقاته كنا صبروا إلهي سبحانه وتعالى حون كيسة إسكنا إلى عليو استعجالك وحا الله يقان من استعجل شيء قبل أواني عقب بحرماني وحا دعي كرتقفك إن لقو عقابا مركا وحادو شيء مركا ودد جستو وحنو كقاد إن راتك توبض الله ذا يا إلهي حقي صلى الله عليه نغدا وحنو كقاد إن قوتك مؤمنين تا صالحين تا إن إلهي سبحانه وتعالى مركا امتحامه أيا لقيابا مخالفاء كل عين ولو مخالفوين بيان نغنيني
ويجا لسا هلا بها نقطه وخالفا يكون دعاه ان الله سبحانه وتعالى كل عقاب ايا لا غياب عقب حيك غب حيان وهيك غب حيان دباتدا كو دعدين ان الله سبحانه وتعالى نقدان الله اي توبت كينا وها كلو لا قادنيا هلكن قفغ هدو الله بريو ذنبي سنه مركا اعترافه ان تي وحي لما سايبت لا غبدباد وفنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وها كو سغن بين الله بو نسهي إلهي وتوحيدك سمرك أو قرأي وتوحيدك ومهرب أولياء الله عند الشدائد ماشي أولياء إلهي أفرلته وعررته مركا مصايبته مركا عيدعان وحاك الله كسوغان إظهار الافتقار إنه موجين آيو إنه بيهان يهي وحاك الله كسوغان مركا الاعتراف بالذنب والتقصير إنه قرتي مركا ذنبي يتقب وطفل نبي الله يونس دوقف إنت اللي يمادو ووحي على إلهي قفك الدعادي سمرك أو كو أقبله مصايبتنا إلهي سبحانه وتعالى وكسار إلهي مركو نبي الله يونس بدبادي وعلاهده وكذلك ننجي المؤمنين بدباده لبدبادية كو قار ماه النبي الله يونس عليه السلام قاركو ماه اعيد كستو مؤمن إلهي وحب الله قادينو بدبادنا وكذلك ننجي المؤمنين إساس منو بدبادنا مركضتك مؤمنين تا وحكا لو كسوغان بارك الله فيكم قف عبادات كهرو لإيمان شري يسلاح ورو لإيمان شري يخير كرو لإيمان شري إنا ينفعي سوافه وحوينو ترايسو هدو قف وقتي قف كدباته دو أيقا ويقبسة تمرك فلولا أنه كان من المسبحين للبيث في بدنه إلى يوم يبعثون هدانو كم دهين مركي وغربة كو إلهي عبد إلهي نزها ما تبوح نقول لها قمت كلون كامر كامر نبيري قعلوش سكسوغن أي نقول لها بي إلهي سبحانه وتعالى أولي وعاكلون مدان الخاين نحسنا لبا أهر موضوع علماء دقم مفسرين تو أي شيغان ميدو وحا أي تهي فلق أي تسبيح دو الليلة فلولا أنه كان من المسبحين تسبيح دو آد بفلق دو بدين ويذكر إلهي مركور رمي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلهي وحا وشيغين إلهي لا حسو مركاس هادنا سيقار الله شيغي تسبيح دي وعاك لنك قادم مفسرين تقاربا وحيد سوى نقليين إلى هذين للبث في بدنه إلى يوم يبعثون وحيد نبريقا نبي الله يونس اللقاي نبري الله قيامها تشري أي أيوها أو نولانا أيو عن دمانين وحنا كقاتن هلكا للبث في بدنه إلى يوم يبعثون لكن وحي لين علماء دم ما هسا مركا استنباد كاس استنباد مركا صحة مركا ما هو لقا قادن ماي waxa kale laga qaadanayaa qisada inoogu sugan dilalatu ala qudrati illahi alazim qudrada ilahi weyn ilahi doonti waa joojin iyo gudoomihi kale ay socdaan waxa kale laga qaadanayaa nabiyuhu yunus ka nabirgii baa liqay waxaan ognahay caloosha ay jir markaa bini waxyaalaha noolaa markaa calooshu is la galo de waxyaalaha markaa waxa weeyaan calooshiisa galay haday nool yihiin de waa dhimanayaan waliba nool u yahay markaa weyn oo dheefshiidka caloosha markaa u rogrogaayo markaa ilahi wuxuu ka badbaadiyay gilki nabirguna ku dhacaan iy caloosha marka waxa weeyaan in ay caloosha marka ay radaqdo ay u geysato marka san cuntada marka waxa loo radaq caloosha ay u radaqdo waxa kale inuu ka qaadanayna halkan oo fowayda marka ku sugan kamid ah ilaahi subhanahu wa ta'ala arimaha deynu bedbedel min halin ila hal nabiyullahi yunus alayhi salaam qoomkiisa waa beeniyeen qaliila nabiyullahi yunus alayhi salaatu wa salaam waa rumeyeen oo waxa noqday dad marka nabiyullahi yunus rumaysan oo dariiqii xaq ahaa dad qabsada ayaa marka ay noqdeen waxa kale inuu halkan ka qaadanayna مخالفات كمر كادعة قف هذا شرده مخالفة أنت دعاء كدعة ذو إلهي وقصه نقدو إلهي وتوبت كيانو قف قاسي وحول مخالفات كدعة ذي دي وحي الله قبل ما يود إلهي سبحانه وتعالى ما دوت وبدي سي مركا وأقبلي من زيلة دي سورة مركا وحبي يلمس اللي بات مركا جوجا يسميسو ويا رسولك عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى بدكيان أورن بنبي يقول عليه الصلاة والسلام يونس بن متى والنبي الله يونس أنا كخير بنيان أورنين waayo waxa lay qof markuu arko nabi yunus oo aynkan ay ku dhacday oo sidan sameeyay inuu sidaado wallahi nabi yunus marka ma khayr badanayn marka nabi wuxuu yaan qof oranin nabiyullahi yunus alayhi salaam aniga ayaa ka khayr badan yaan aynka la oran baa nabi wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam oo marka anaada culimadu waxay leeyeen waa nabiyullahi maxamed maca ayaa ka khayr badan yaan la oran xaqiiq ahaan rasuul waa ka khayr badan nabiyullahi yunus iyo anbiyaada kaleba ee waa mibaabi tawaaduc nabigu rasuul dhigaayo ilaahi subxaanahu wa tacaala wey waxaa kale inuu ka qaadanayna ilaahay subxaanahu wa taala makhluuqaadkiisu da inay adeecaan oo ilaahay nabirigan waxa uu amray inaanu nabi inaanu liqaynaanu markaa waxay dhibaato u geysan nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam fahada nabiyullaahi yuunus cibro ayaa inoogu sugan qof kastoo dhibaata ay la soo gudboonaato inuu dhibaatada xagga ilaahay uga cararo iyo qof kastoo dambaabay oo dembi galay inuu ilaahay u toobad keeno uguna tawasulo ilaahay nabiyullaahi yuunus wuxuu ku tawasulay ودي مركا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واو أسبوع كيسو في عيسى أحيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح محاسكش بصير
waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa